السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج هو المجتمع. هو المجتمع النهاردة جاي لكم بحاجة غريبة عن الحاجات اللي كنتوا بتشوفوها قبل كده. طبعا النهاردة هنتكلم عن دور الأسرة في تنمية المواهب، بس في البداية اسمحوا لي طبعا أرحب بسمر. أهلا وسهلا بيك يا سمر. أهلا وسهلا يا عمر، منورنا طبعا النهاردة. إن شاء الله سمر هتكون معايا إن شاء الله في الحلقات اللي جاية. برحب طبعا برجل الأعمال الأستاذ سلامة العدوي، أهلا وسهلا بحضرتك. وطبعا برحب بضيفتنا بقى، ضيفتنا اللي انتوا هتشوفوها ان شاء الله باذن الله تبقى حاجه كويسه جدا ان شاء الله باذن الله، ضيفتنا ريم سلامه العدوي. اهلا وسهلا بيك يا ريم. اهلا وسهلا. عامله ايه يا ريم؟ الحمد لله. اخبارك؟ الحمد لله. منورانا والله. تعرفي ان احنا ان انت اول طفله نستضيفها في برنامج هو المجتمع، ودي حاجه غريبه احنا يعني ما كناش بنفكر فيها، ولكن بقى لكم دور، لكم دور في المجتمع، فلازم ان احنا نجيبكم ونسمعكم ونشوف ارائكم. كام سنه؟ انا 11. 11 سنه. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك يا سن. اهلا وسهلا. طبعا احنا النهارده بنتكلم عن تنميه المواهب ودور الاسره في تنميه المواهب. عايزين بقى نعرف حضرتك بقى كده اكتشفت الموهبه عندها ازاي؟ والله انا لقيتها يعني حابه موضوع التمثيل وبتسعى يعني، فانا حبيت انمي الموهبه اللي عندها. كان عندها كام سنه لو سمحت؟ هي كان عندها في حدود يعني 7 سنين ونص كده. يعني حسيت ان هي جواها موهبه ان هي عايزه تمثل ترقص، فانت اكتشفت الموضوع ده فيها؟ هي فعلا كانت بتعمل كده في البيت. في البيت. فعلا. وايه اللي حضرتك كده عملته وقتها لما شفتها كده؟ والله وقتها انا كان ليا صديق، هو يعني الاستاذ خالد الحسيني يعني. تمام. هو ففوجئت يعني اللي هو يعني طبعا بنقدم له كل الشكر والتحيه. بقدم له كل الشكر والتحيه ان هو يعني ان هو اكتشف اللي هو نمى الموهبه برضو فيها يعني. بعد يعني الشكر ليه بعد ربنا يعني. فابتديت كلمته قلت له انا معايا يعني ريم حابه لموضوع التمثيل وكده، قال لي بعتها لي. تمام. فمن هنا ابتدى بقى ينمي الموهبه. ايه الاعمال ممكن نكلم ريم بقى تتكلم عن نفسها شويه وتقول لنا ايه الاعمال اللي انت عملتيها من اول ما بداتي وانت عندك 7 سنين؟ انا لما بابا شافني وكده. لا نعلي صوتنا يا ريم بقى. لما بابا شافني وكده فروحت عم استاذ خالد. ايوه. راح شايفني وكده وقال لي ايه انت هتخشي في مسرحيه. اول حاجه ما شافك من غير ما يسمعك من غير اي حاجه؟ هو انا عملت دور وغنيت بعد كده راح قال لي ايه انت بتمثلي ولا بتغني؟ بمثل وبغني وبعمل ستايل. ما شاء الله. عندنا موهبه شامله يعني، انت زي ما بيقولوا كده فنانه شامله. هو المكان اللي بيحطها فيه بتسد يعني. ما شاء الله عليه. سواء يعني لأن مثلا الموهبة الدور موجودة. والدور بالظبط كده، الدور عايز تغني استعراض تعمل استعراض تمثل تمثيل بتمثل. ايه الاعمال اللي عملتيها يا ريم؟ عملت اول حاجه رد فعل مسرحيه. تمام. وايه تاني؟ بعديها عملت طلقه في قلب الوطن. ده حاجه وطنيه. حلوه قوي. عرفتي تعملي ده وانت عندك كام سنه؟ حوالي 8 سنين ما شاء الله. وفهمتي بقى الوطنيه وكده وقدرتي تأدي ده على المسرح؟ ما شاء الله. حلو قوي. نسمع حاجه بقى يا ري. نسمع حاجه حلوه. هتغني لنا؟ انا عرفت ان انت بتحب الغنى مع الرقص كده، هتغني؟ انا عايزه الناس كلها تسمع. عايزين بقى للساده المشاهدين بقى الصوت بقى ماشي. اتفضلي. حابه تقعدي اقعدي. ماشي. لا عشان تأدي الاغنيه. تمام. ايوه. اتفضلي. يا بوز عايزة قمصالي، ده انت فريحان متوالي، خلي مراتك زعزوعة تلحق تطبخ وتقالي، زعزوعة يا زعزوعة فين حلالك فين مواجيدك، انا رايح ازوغ ابو شوال بدل الجامع والزحمة، على بال الخطبة ما تتجل تكونينش طبختش اللحمة، وهجيب لك حاجة تحلي يا لا 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 يا لا 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 ابوس عايز اعرف صلى ورجع من جوعي اتقلى، لا مابير مطفيه والحال عليها مطفيه، زعزوعه يا زعزوعه مالك كده ليه مرزوعه، قالت له عندي زغوطه واللحم كلتها القطه، قالت له عندي زغوطه واللحمة كلتها القطة، والراجل بقى يتكفى حط القطة في الكفة، القطة طلعت كيلو واللحمة كانت كيلو، يا بروطة يا مزغوطة هو ما فيش عندك رحمة، ادي القطة فين اللحمة
وادي اللحمة فين القطة؟ ادي القطة فين اللحمة؟ وادي اللحمة فين القطة؟ برافو يا ريم، ما شاء الله عليكي. ريم انت بتحبي الغنى اكتر ولا التمثيل؟ هما صراحة كده هما الاثنين زي بعض بجد. طب انت لو قالوا لك تمثلي بس وما تغنيش تطلعي؟ ولا نفسك دايما تعملي الحاجتين مع بعض؟ الحاجتين مع بعض. طب في فنانة معينة انت حاسة مثلا انت ممكن تكوني زيها في يوم من الايام؟ هما اتنين. اتنين يعني. مين؟ دنيا سمير غانم. فنانة دنيا سمير غانم. وفيروز. وفيروز. طب ليه؟ ليه هما بالذات؟ نيلي دنيا سمير غانم عشان هي بحس اللي هي أمورة، بحسها عاملة زيي في كل حاجة. هي عاملة زيك ولا أنت عاملة زيها؟ هي حاسة فيه. هي عشان بتغني وعشان تشابه. وعلى فكرة معظم الأطفال بيحسوا بإحساسك لأن هي بتتعامل بتلقائية. وأنت برضو تلقائية زيها. طب أنا يا ريم سمعت مرة كده إنك عيطتي قبل المسرح، يا ترى عيطتي ليه؟ احكي لنا. عشان بابا يوم المسرح ده بابا ما كانش فاضي وكده، وقال اللي هو مش هيجي، فقعدتي تعيطي؟ ففضلت اعيط. انا الصراحه ما بعرفش اعمل حاجه من غيره. يا حبيبتي ربنا يبارك لك فيه يا رب. ففضلت اعيط، لقيته ايه مره واحده جه ايه اللي شاور لي وانا واقفه على المسرح. فرحت قوي. خلاص فوق المسرح؟ وشفتيه العياط كان قبل ولا بعد ما يجي؟ قبل المسرح. قبل المسرح وهي طالعه. كنت طالعه بقى، كنت منزله دمعتين شويه. هي لما طلعت على المسرح ابتدت عينيها يعني تجيب اللي قاعد يعني، عايزه تدور عليه. فخلاص الثقه جايه يعني. خدت الثقه وابتدت بقى وبدات تمثل كويس. ابتدت بقى اللي هو خلاص بابا موجود. ده دليل على ان دور الاب اصلا ليه يعني دور كبير جدا في حياه ابنائه وخاصه البنت. طبعا. يعني بحس ان دايما البنت بنت باباها مش بنت مامتها، الام مظلومه في ده. فدايما الاب بيهتم ببنته وبيبقى عايز يعلي من شانها، بيديها ثقه، فدي حاجه حلوه جدا في مجتمعنا اللي حضرتك بتعمله. بس دي بتأدي ان بيبقى في غيره برضه. اخواتك بيغيروا منك؟ بيبقى في غيره. لا مش الاخوات كمان، الزوجه نفسها. لا الزوجه بتغير، ده طبيعي. لا بتغير ان هو بقى بيبقى مهتم بيها اكتر من يعني البنت بتبقى زي ضرره مامتها. عشان البنت تختلف عن الولد، ان البنت موجوده يعني موجوده في البيت اكتر الوقت يعني. طبعا. اما الولد مع اصحابه مع اصدقائه. البنت بتبقى احتواء للبيت. فطبعا يعني ايه قريبه للاب، ان هو اي طلبات مثلا هي مثلا يعني ممكن بسرعه تجيبها. الحنيه. الاب طبعا. فالاب دايما بيميل للحنيه. لو هننصح بقى اي اب واي ام لقوا موهبه عند ابنهم، ايه اللي يقدر ان هم يعملوه؟ يبتدوا ينموها، يشوفوا الموهبه اللي عند الطفل بتاعهم ايه اللي موجوده وايه اللي يقدر يعمله، ويبتدوا على قد مثلا على قد ما يقدروا، ما يسيبوش ما يموتوش الموهبه اللي في الطفل يعني. ينموها. ينموا الموهبه اللي في، يقفوا جنبهم ويدعموهم. بالظبط كده. يبداوا يدوروا لهم على اماكن يطلعوا الموهبه دي فيها على قد ما يقدر. صح. حضرتك نفسك تشوفها ايه في يوم من الايام؟ انا نفسي اشوفها يعني ممثله وتبتدي يعني تظهر بس يعني. اكيد. ان شاء الله الاسم ده مش هيتنسي ابدا. إن شاء انا متاكده. ريم انت شاطره في المدرسه؟ شاطره ولا نص نص؟ احكي لنا بقى عشان كل زمايلك بيشوفوكي. سته. تمام. حلو. شكلك داخله صغيره، 11 سنه. هي عشان دخلت مدرسه الخاصه طبعا بتاخد سن صغير. جميل. طيب بتطلعي من الاوائل ولا شاطرين بس؟ شاطرين بس. حلو اهو. كل حاجه هتبقى حلوه بعد كده. ايوه ان شاء الله ربنا يوفقك. طيب احنا بقى لو هنتكلم بقى، طبعا اتكلمنا عن دور الاب، دور الام بقى طبعا المفروض ان هي كانت هتسجل معانا ولكن للاسف هي اعتذرت عن التسجيل، فعايزين نتكلم بقى عن دور الام بقى. طبعا ما الام برضو يعني هي قريبه يعني في حاجات ممكن البنت تحكيها للام مش هتحكيها للاب طبعا. تمام. في بعض الحاجات ما ينفعش يعني تقولها للاب. فالام لها دور برضو يعني. مش احنا نفسنا نسمع ريم تاني بصراحة. طيب ايه رأيكم نستمتع بالصوت الحلو وبالتمثيل الحلو؟ ماشي. يلا اتفضل. وقفي مكانك وانت مكانك. اقعدي يا ريم. خلاص اقفي عادي لو عايزة تقفي يعني، وانت مكانك وقفي بس يعني ما تروحيش هناك. اتفضل. يقطع فلان على علان دي الناس باجت ملهاش امان. يقطع فلان على علان دي الناس باجت ملهاش امان. اصحاب الشوم وحبايب اللوم، 60 خناجة يا اخواتي في اليوم. ان كنت من اللي بلاك بيهم
من اللي عصايا جريهم ما كانش يموتوا في جلدهم ويحسبوا مني كلهم ما كانش يموتوا في جلدهم ويحسبوا مني كلهم ان كان صغار ولا كبار يشوفوني يجروا بالمشوار حته ليس انفشر التعبان في الردح واتالف حصان ضربوا تلطيش غيره ما عنديش الليل وبختي ما يعرفنيش ما حد اخواتي غلبني علشان اكل لعبني غير مضروب الدم ده اللي ملقحنا غير مضروب الدم ده اللي ملقحنا وقع فواه قال مش عاجباه وقع فواه قال مش عاجباه وحياه ده لنا موريه ده اللي انت ما تعجبيهوش انت لا يمكن ما تعجبيش حد لا ما شاء الله عليك دمك وشقاوتك ما شاء الله ربنا يحميكي انت جايبه خفه الدم دي منين ماما ولا بابا 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 هي شكلك واخده انت خلاص بقى دويتو ربنا في ايه تاني ممكن تاديه في اغنيه تاني في اغنيه تاني ممكن هنا في اهتمام بيكي طبعا في الاستوديو ما شاء الله يعني عندك واسطه شكرا اتفضل كان يا ما كان من كام يوم فات تركبه من كل الكائنات ناس اتلمت سوا في مكان واتفرج بقى كده على الحوارات اللي ألف وما بيخربش واللي عينيه بتدق شرار واللي جميل قوي ما بتسابش واللي مخبي ورا اسرار واللي معه ملايين في بنوك واللي ذكي ذكاء جبار واللي دماغها دي في اللالالان عقلها خف دماغها وطار كان يوم نحس واخسس فخس واخس على الحظ واخسن كان يوم نحس واخسس فخس واخس على الحظ واخسن كان يوم هد وهب في ثانية الطيارة نزلت نوسين كان يوم نحس واخسس فخس واخس على الحظ واخسن كان يوم هد وهب في ثانية الطيارة نزلت نوسين هيعيشوا بقى مع بعض شوية مش بمزاجهم مضطرين دي جزيرة ما فيهاش صريخ اتنين ومين جزيرة ما فيهاش صريخ اتنين ومين هينام فين وهياكلوا منين وحد هيعرف هما فين في جزيرة ما فيهاش صريخ اتنين ومين بومتا بوم بومتا لا 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 بومتا بوم بومتا لا 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 بومتا بوم بومتا لا 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 بس كده الله برافو عليك يا ريم ما شاء الله عليك طب احنا كده شفنا غنى اغنيه واثنين وثلاثه عايزين بقى حاجه ايه تمثيل بقى كده احنا المفروض كان في فيديو ليكي مش عارف بقى موجود ولا لا المفروض هيتعرض يعني كنت انت بعتها مع صور كده وعايزين بقى ايه نتكلم فيها نشوفها كده ماشي قبل ما تجهز الحاجه دي عايزين بقى مشهد تمثيلي كده لو تقدري طب مشهد تمثيل حاجه صغيره تقدري تقوليها امه اي حاجه اسمها ام ايه انت معاكي الامر مفتوح ام صبحي لا ما اعرفش اكتر حاجه بتمثليها لاخواتك في البيت ايه انا بتحبي تمثلي كده بحب استعبط عليهم تستعبطي حلو الاستعباط برضه لا بس اكيد عارفه اي حد عنده موهبه بيقعد مع اخواته بقى طول الوقت عايز يمثل قدامهم يغني ويقرفهم بقى انت حافظه مش هتعملي ايه ها لا مش حافظه مش طب كان في صور معانا المفروض تتعرض برضه اول ما تتعرض كده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ماشي انت منورانا والله يا ريم ريم انت لو كنت في اللالا لاند كنت تعملي ايه؟ يا لهوي كنت هعمل حاجات كتير قوي كتير قوي؟ انا لما قلت الاغنيه افتكرت كده طب لو كنت في المسلسل ده كان نفسك تبقي مين من الشخصيات؟ كان نفسي ابقى دنيا طبعا انا بصراحه نفسي اكون الفنانه الكبيره دنيا الصور طبعا هتتعرض قدام حضراتكم ان شاء الله دلوقتي على الشاشه هو انا ساعتها هي الصور على الهواء يعني ان انا اوصل للاستاذ خالد جلال انا كنت لسه هسال حضرتك نفسك مين يشوف ريم الاستاذ خالد جلال انا ساعتها يعني في يعني وكنت يعني من حوالي في شهر رمضان اللي فات كان في عروض عاملها في دار الاوبرا تمام فانا ما يعني ما ساعدنيش الحظ اللي انا يعني المخرج خالد جلال الاستاذ المخرج خالد جلال ان شاء الله يكون بيشوفنا انا اتمنى ان هو يكون بيشوف ريم ان شاء الله يا رب ويكلمها على طول باذن الله يتواصل معاها يا رب ان شاء الله يا رب طبعا استاذ سلامه منورنا طبعا برنامج هو المجتمع الصور برضو بتتعرض برضو بتاعت ريم منورتينا طبعا يا ريم ريم موجوده في الصور مع مين حضرتك قلت لنا قابلت شخصيات في الاوبرا
هي كانت موجودة مع الفنان محمد ثروت والفنان طارق دسوقي. جميل. كانت موجودة معاهم، والدكتورة ناهد عبد الحميد كانت بدر الأوبرا برضو. حلو. كانت موجودة معاهم. انت يا ريم استفدتي ايه بقى من كل المسرحيات اللي انت عملتيها؟ استفدت ان الحاجة دي انا بحبها قوي. بتحس بمتعة وانت بتأدي قدام المسرح؟ ما بتخافيش؟ لا ما بخافش، اخاف من المسرح يخوف. ما بتخافيش من الناس والجمهور؟ انا خلاص اتعودت. جميل. مش نفسك تقفي قدام الفنان محمد صبحي؟ يا ريت. يا ريت؟ يعني ده هدف قدامك ان انت ممكن تحققيه؟ شفتي يوميات ونيس؟ يعني احنا كلنا تربينا على مسلسل يوميات ونيس، كل العائلات والاسر المصريه شافوا يوميات ونيس ولا ما شفتيهوش؟ يوميات ونيس هو قديم عنك شويه بس لازم تشوفيه، لانه في قيم كتير جدا الاستاذ محمد صبحي فنان كبير جدا بيعلمها لنا فيه، بيعلمها للاطفال. المشكله برضو اللي في ما بتي الحاجه، يعني الحاجات دي المفروض تتذاع. ايوه. ما بتتذاعش كتير، مش في كل القنوات فعلا. رغم اللي هي فعلا حاجه جميله، يعني بتعلم حاجات كتير للاطفال. دلوقتي عندنا الاطفال مهدور حقهم شويه في الاعلام للاسف، واحنا عشان كده في هو المجتمع حبينا ان احنا نبدا نظهر مواهب الاطفال، لان الطفل ده يعني شايفاه نص المجتمع بصراحه. طبعاً طبعاً. هو اصلا البدايه الجديده لاي مجتمع، فاحنا لازم نبدا بيهم ننمي موهبتهم، نطلع فنانه حلوه زي ريم كده. ريم سلامه العدوي، انا حاسه ان انت الاسم ده ان شاء الله افتكروه مش هيتنسي ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا نورتينا يا ريم، نورتيني طبعا في هو المجتمع. طبعا كنت حابب برضو ان انا انوه للساده المشاهدين ان احنا طبعا من ضمن اهداف برنامج هو المجتمع اللي هو تسليط الضوء على الايجابيات، وما زلنا في تسليط الضوء الايجابيات عن التعليم، وما زالت برضو نفس الاداره، اداره يوسف الصديق التعليميه، قايمه بشغل جبار بصراحه اللي هي في محافظه الفيوم. عاملين مسابقه شهريه عن افضل مدرسه، افضل مدرس، افضل مدرسه، افضل عامل، افضل اداره. فده طبعا حاجه تشكر عليها الاداره التعليميه، وفي صور معانا برضو هتتعرض موجوده قدام حضراتكم على الهواء. ومن هنا طبعا بقدم الشكر للاستاذ محمود هيبه المدير العام لاداره يوسف الصديق التعليميه، قايم بمجهود جبار. يمكن انا اتكلمت عنه قبل كده وما زلت بتكلم وهتكلم، لان هو ما شاء الله قايم بجهد جبار. يعني عشان خاطر ان احنا كل شهر يبقى عندنا مسابقه افضل مدرس، افضل مدرسه، فطبعا يعني دي حاجه يشكر عليها. دايما يمكن كان في اتصال تليفوني بالصدفه معاه، لقيته الساعه 11 او 12 بالليل موجود في الشارع عشان خاطر المدارس، وبيطمن على المدارس وبيطمن على الامن وبيطمن على المخازن. فكانت حاجه غريبه ان مدير اداره ان هو ينزل بنفسه ويشوف. طبعا له كل الشكر وكل التقدير، وطبعا لسياده المحافظ وكيل الوزاره لهم كل الشكر والتقدير من برنامج هو والمجتمع. لو حابين بقى بعد اذن حضرتك نقدم بقى ايه حاجه للمجتمع، ونصيحه لكل طبعا لكل اب لكل ام، نقول له ايه خاصه بالتربيه او سواء خاصه بالموهبه؟ لا، هو اهم حاجه مثلا ان هو يعني التربيه داخل البيت، ما يعني ما يسيبش الطفل على قد ما يقدر، ما يسيبوش حر يعني. ما يسيبوش حر. ما يسيبوش حر يعني، مثلا يجي براحته وينزل براحته، او ينسن يعني المتابعه يعني. طبعا متابعه. المتابعه طبعا ورقابه، تبدا من المدرسه مثلا، من اصدقائه كمان في المدرسه يعني. صح. ان في طبعا ان الوقت اللي احنا فيه ده بقى صعب يعني، وفي نفس الوقت بتديهم الثقه والاعتماد على النفس يعني. طبعًا هي متابعه طبعًا ورقابه، وبيوازي ليها الثقه والاعتماد على النفس. انا بصاحب الطفل عشان يحكي لي على كل أيوة حاجه. يعني. هو الاب دايما صاحب في البيت، ده دوره فعلا. انا بصاحبه ابني عشان يحكي لي يعني. ان انا ما بخوفوش مني. طيب انا عرفت ان حضرتك من امبابه. لو هنوجه بقى كلمه لاهل امبابه او جمهوريه امبابه بمعنى اصح، جمهوريه لوحدها. اهلي وحبايبي واصدقائي. لو هتوجه شكر لاي حد سندك في اي حاجه هتوجهه لمين؟ حتى لو بعيد عن ريم، عن اللي وقفوا معاك في موضوع ريم. اللي وقفوا معايا في موضوع ريم؟ غير ريم. اي حد عموما بقى. لا، هم اصدقائي يعني اللي بعد معاهم، حبايبي هناك في المنطقه. الحمد لله انا في مكاني يعني، ما بزعلش حد مني ما شاء الله، والحمد لله، وكلهم يعني حبايبي. والحمد لله في مكاني محبوب. انت مش عايز اسمع عشان ما حدش يزعل. نعم. مش عايز اسمع عشان ما حد عشان ما انساش حد، عشان ما حدش يزعل، عشان ما انساش حد. واهل البابا كلهم طيبين بصراحه. الحمد لله. الحمد لله. عايزين بقى اغنيه اخيره بقى قبل ما نختم بقى. في اغنيه ثانيه ولا مفيش؟ لا خلاص مفيش. مفيش اي حاجه؟ لا. اي حاجه؟ اي حاجه تقول لنا ايه يا ريم؟ نفسي اقول
للاطفال هنوجه لهم كلمه كده، بصي كده للكاميرا كده وكلميهم كده، قولي هتقولي لهم ايه؟ يا ريت ان كل واحد يشوف الموضوع ده، يحب الموضوع ده قوي، اللي هو موضوع ايه؟ اللي هو التمثيل والغنى. لو اي حد عنده كده يتكلم ويقول، ما يسكتش على الموهبه. أيوة. يعني لو حس ان جواه الموهبه دي يحاول يقول لاهله، يقول لباباه لمامته. أيوة. انا حاسه انا عايزه امثل، انا عايز كذا، يعبر عن اللي جواه. صح. ايوه مظبوط. طيب انت حاسه ان شاء الله ان انت هتكوني فين؟ ان شاء الله ان انا اكون احسن من كده ان شاء الله. فين يعني طموحاتك لحد فين؟ اي حته. اي حته انت رايحه. أيوة. اي مكان وخلاص. طب وفي الدراسه نفسك تخشي كليه ايه؟ هل ليها علاقه بالتمثيل والموهبه ولا كليه مختلفه؟ لا هي في دي كليه مختلفه. زي ايه؟ كليه هندسه. نفسك تطلعي مهندسه؟ الفنانه المهندسه. دي حاجه حلوه على فكره، وده دليل ان الموهبه ما توقفش على اي حاجه تانية. ممكن يكون ليكي شغلك وموهبتك، فدي حاجه كويسه وانا بساعد عليها الاطفال جدا وبشجعهم. برافو عليك. طبعا هي سمر هي اللي اصرت على فكره الاطفال ديت، لان هي كده كده مصمم. احنا كان البرنامج يعني اول طفله طبعا زي ما قلت لحضراتكم تيجي معانا. بس ان شاء الله طبعا يعني هتكون بدايه كويسه ان شاء الله. وطبعا سمر ان شاء الله تكون البدايه اللي جايه ان شاء الله تكون افضل الله. طبعا نكون احنا ان شاء الله باذن الله. طبعا بشكركم جدا 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 على تشرفنا في برنامج هو المجتمع كاول طفل يطلع معانا بموهبه. البركه في مدام سمر. ربنا يخليك يا استاذ سلامه. نورتينا يا ريت. نورتونا جدا. واحنا استمتعنا بوجود حضرتك جدا، واستمتعنا بموهبه ريم، لان حقيقي هي لازم تظهر والناس كلها تعرفها. ان شاء الله ربنا هيوفقها ان شاء الله. واتمنى ان كل الساده المشاهدين يكونوا استمتعوا بريم معانا النهارده ان شاء الله. طبعا ارجو ان تكونوا قد استمتعتم بحلقه اليوم، على امل ان شاء الله ان احنا نلتقي بكم في حلقات اخرى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.